اللهم يا غفار الذنوب ويا ناحي العيوب ومفرج الكروب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغفار وعلى اله المتحقق باسمك الغفار، فتنازل عن حقه امته وكلما اولي قال: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فحققت مأمولك فغفرت لابيه ما فعل في حقه بشاره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر صلاه ننال بها لطفا من هذا الاسم، فنتصدق بعرضنا على المسلمين، ونرد فارفع عيوبهم، استرهم بتسترنا، ونغفر لهم لتغفر لنا، ونحسن اليهم لتحسن الينا، يا غافر الذنب وقابل التوب يا الله. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائه ومصنفاته للدارين امين. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والباب السابق كان خاتم النبي المخلوق والموضوع بين كتفيه اما خلقه او ظهر ووضع بعد شطر صدره او بعد نزول الوحي عليه، على خلاف بينهما. اما هذا الباب فهو خاتم النبي الذي كان يختم به رسائله لزعمائه وملوك عصره صلى الله عليه وسلم. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الامام الترمذي في شمائله في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الايلي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، محمد بن شهاب الزهري، عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم مبارك، وكان قصه حبشيا من ورق يعني من فضه. وهذا خاتم غير الخاتم الذي يختم به الرسول، خاتم يلبسه كان خص حبش، إذا خاتم كان يلبسه للزين، بخلاف الخاتم الآخر الذي كان يخدم به الرسائل لم يكن له خص. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشي. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطماطسي قال حدثنا زهير ابو خيثمه عن حميد عن انس، حميد طويل وان كان لم يكن طويلا الا انهم قالوا عليه طويل حتى يميزوه بين حميد اخر معاصر له لم يعمل في الحديث، فقالوا عليه حميد بن الطويل تمييزا له عن شبيهه وسميه. عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضه فصه منه غير اللي فصه حبشه، يبقى اللي فصه منه ده هو الخاتم الذي كان يختم به الرسول. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكتب الى العجم، العجم يشمل بين كسرى وقيصر، هم دول العجم اللي كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له: ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكاني انظر الى بياضه في كفه. وهذا يتفق على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي القواعد الدوليه المتعارف عليها في عصره، فلما علم ان في عصره ان الملوك والزعماء لا يتعاملون مع اي رساله الا عليها خاتم لم يرد ان يغير الاعراف، بل تعامل مع العرف كما هو عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من سياسته ومن حسن سياسته صلى الله عليه وسلم، التعامل مع الواقع دون ان
لكن أن تقف ضد الواقع وحاول أن تغيره بالعنف، هذه ليست سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سلمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صقر ورسول صقر والله صقر، وكان يقرأ من أسفل إلى أعلى محمد رسول في الوسط الله هكذا كان نبش خاتم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ونجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن معاذ والحجاج بن منال عن همام عن ابن جريج عن السكري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم. فاستنى إذا دخلت الخلاء ومعك شيء عليه اسم من الأسماء الشريفة كأسماء الأنبياء أو اسم من أسماء الله عز وجل أن تخليه خارج الخلاء حتى لا ينال أذى أو قذر. أما إن كان في مكان محفوظ لك ذلك وخفت ضياعه وضعته في مكان محفوظ ليس في يدك، لأن اليد تتناول بها أحيانا أشياء وأنت في الخلاء، فإذا كان عليه الخاتم فقط يعني يناله قذر. أما إن كان في جيب في ثوب في مكان تأمن منه أن يمسه سوء فلا بأس أن خفت عليه الضياع. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أليس نقشه محمد رسول الله. ولما وقع في بئر أليس في آخر خلافة سيدنا عثمان حدث ما حدث من الفتنة ومن مقتل عثمان، والتي آلت بعد ذلك الأعلم استقرار الخلافة الراشدة في عصر سيدنا علي بن أبي طالب، ثم ستة أشهر في عصر سيدنا الحسن، ثم آلت بعد ذلك الملك العظيم. فقالوا أن هناك سر بين الخلافة الراشدة والمحافظة على الخاتم، وأن هذا الخاتم وقع بقدر الله، لأن الله قدر أن تكون الخلافة الراشدة 30 عاما كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يغير إرادة الله. وهذا يدلك على كمال عقلي وفقهي وفهم سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أنه لما تمت 30 عاما تنازل بها إلى معاوية، لأنه كان يعلم أنها بعد 30 عاما تتحول إلى ملك عظيم، فتنازل بها حتى لا يكون الملك العظيم على يده هو سيدنا الحسن رضي الله عنه عليه السلام. هذا يدلك على أن الأئمة ينظرون بنظرة لا يفقهها كثير من الناس. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. يجوز التختم في اليمين وفي اليسار يعني من حيث الجواز، فإن كنت تستعمل يدك اليمنى كثيرا فالتختم في اليسار أولى حتى لا يتأذى الخاتم ويتأذى يعني إصبعك أثناء تناولك الأشياء وأنت تلبسه. وإن كنت تتناول الأشياء بيدك اليسرى على عادتك فالتختم في اليمين يكون من باب المحافظة على الخاتم والمحافظة أيضا على يدك وأصابعك. فكان من الصحابة من يتختم في يساره والصحابة من يتختم في يمينه، فلا بأس في ذلك، كل على حسب ما يرى فيه المصلحة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سعد بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الله
السنة. قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حميد عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أهل عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أحوال. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتخرقم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر صحابي كأبيه جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر صحابي أيضا يعني هو صحابي أبو صحابي سيدنا جعفر بن أبي طالب دفن في مؤتة في الأردن شهيدا. قال رأيت عبد الله بن جعفر هو على فكرة سيدنا عبد الله بن جعفر كان أول مولود يولد للمسلمين في أرض الحج من أبيه جعفر. وعن أبي قال فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقدم في يمينه. وعن أبي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد يعني المشهود جعفر الصادق أبو سيدتنا عائشة ابنتنا في مصر في ميدان كبير مشهود بميدان السيدة عائشة في مصر السيدة عائشة بنت جعفر الصادق أخوها إسحاق المؤتمن ابن جعفر الذي تزوج ستنا نفيسة نفيسة العلم بنت حسن الأنور زيد الأبلج سيدنا الحسن سيدنا علي بن أبي طالب هذه الأنساب التي يستشفى بذكرها يا رب داخل بلدنا. عن جعفر بن محمد محمد أبي اسمه محمد الباقر محمد الباقر لأنه بقر بطون العلم فقالوا عليه الباقر. عن محمد عن أبيه أبو مين علي زين العابدين علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي وسيدتنا فاطمة عليهم جميعا السلام ونفعنا الله بهم وبذكرهم وبحبهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتختم في يمينه وهذا على سبيل الوصف لا شكر هو بيوصف حالنا وليس الحكم ان تتقدم في يمينك، خد بالك دي نقطة عامة. هذا على سبيل وصف حال النبي لا على سبيل تقرير حكم فقهي. لأن التختم من العادات. فلا يتعبد بشيء فيه. وقلنا أن الشرع مقصده أن تحافظ على مالية الخاتم وأن تحافظ على يدك. فإذا كنت ممن يستعمل يدك اليمنى في الأمور العنيفة كالميكانيكي مثلا او الفلاح الذي يفلح في الارض فقد يؤذي الخاتم بما يتناوله من الات وغير ذلك فاذا في الحاله دي يتختم فيها سلما. وايضا كنا نرى بحكم الجراحه ان كثير من الناس يتختم في يمينه ثم يشكك الخاتم في اي شيء متحرك فينزع الخاتم ضد الاصبع ويتعلق الخاتم بضد الاصبع وان زي مثلا واحد نازل من اتوبيس والاتوبيس بيتحرك فيجي الخاتم تتعلق الاتوبيس مثلا بايدك اليمين اللي انت لابس بيها الخاتم يوم يطلع فيه مثلا حديده ولا حاجه تشبك في الخاتم والاتوبيس يتحرك يوم يخلع الخاتم بجلد الاصبع. نشوف حوادث مثل هذه كثيره. فالعبره انك انت تحافظ على نفسك لان القاعده لا ضرر ولا ضرار. مش تقول اصل النبي كان بيلبس في اليمين، هو بيلبس في اليمين لان النبي كان لا يتناول بيده اشياء
كان لا يعمل في الارض ولا يتناول بيده اشياء. واضح؟ اذا كنت اسود احسن يعني تستعمل اليد الاخرى، اذا كنت يمين. يعني انا كنت زمان وانا صغير في الكليه كنت ايه؟ ارى ان الجهه اليمنى هي اولى بالزينه. فرحت نقلت الساعه بتاعتي في ايدي اليمين. وكنت استعمل البس الساعه في ايدي اليمين، كتير كسرت مني ساعات كتير. لان كل شويه استعمل ايدي اليمين في حاجه ابص الاقي ايه؟ الساعه تروح مخبوطه تتكسر او تتعبني او تاذيني في ايدي. لما تصطدم بحاجه. فبقيت البسها في اليسار خلاص. الحكايه سهله. يعني دينك لابد ان تعرف مقاصد الشرع الشرعي. يبقى هذا على سبيل الوصف لا على سبيل التشريع وتقرير حكم. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة عامة، تاخد بالك منها وأنت تقرأ في كتب السنة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا جرير عن عبد الله، قبل كده شوية، عشان نتكلم كده من كما نقش خاتمي على نقش خاتم النبي في حال حياته.
في احكام على فكره كانت خاصه بعصر الصحابه في حال حياه النبي، فاذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حياته البرزخيه توقفت هذه الاحكام. منها مثلا ان النبي اذا نادى صحابي وهو في صلاته يجيب النبي ولا يقطع صلاته. دي احكام ما يعرفش غيرها الا الصحابه. كده برضه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني لو النبي نادى صحابي في حال حياتهما، في حال ايه؟ حياتهما، فعلى الصحابي ان يجيب النبي ويكلمه ويتحرك ويذهب اليه، ثم بعد ذلك يكمل صلاته على مكانه لانه ما زال في صلاته. هذه احكام لا تتكرر بعد وفاه النبي خلاص. تعبد الله بها الصحابه دون غيرهم. في برد يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. لان كثرت الاسئله في عصر النبي، الناس تيجي تساله في حق فاضي وعمليه. واحد يروح يقول له ابويا اسمه ايه؟ هو يشوف. واحد ثاني يعمل له الناقه بتاعتي يقول له الناقه بتاعتي ضاعت يا رسول الله، الاقيها فين؟ بقت كثره الاسئله ما يجيبش. فأمر ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ امرهم ان هم قبل ما يروح يسال النبي يتصدق الاول. فلما هيلاقي نفسه هيدفع يعني ايه؟ قبل السؤال. او ما يسالش بقى الا لو كانت حاجه مهمه. ما حدش عمل بالحكم ده الا سيدنا علي فقط. ثم نزلت الايه التي ايه تليها نسخت الحكم. ليه؟ لانهم تادبوا. خلاص ما بقولش يسال النبي. اتادبوا فربنا رفع الحكم. وكذلك ان واحد يسمي ابنه القاسم في عصر النبي، يتولد له ولد يسمي ابنه القاسم لحتى يقال له يا ابا القاسم. ده في حياه النبي. بعد وفاه النبي لا باس. يتولد لك ولد يبقى اسمه القاسم وتكنى يا ابا القاسم. لا شيء. يبقى ناخد بالنا ان في احكام كانت في حال حياه النبي خاصه تعبد الله بها الصحابه دون اي جيل اخر. فده من بينهم انك انت لا تنقش خاتم عليه محمد رسول الله في حال حياه النبي. اما بعد وفاته فلا باس. مش كده برضه؟ فناخد بالنا من مثل هذه الاحكام قبل ما نتبع عليه. وهو يعني هذا الخاتم اللي نقشه محمد رسول الله الذي سقط من معيقين في بئر اريسه. معيقين ده خالد سيدنا عثمان. سيدنا عثمان رايح يتوضا في بئر اريس، فمعيقين قاعد قدامه كده وسيدنا عثمان قاعد في الجهه الاخرى. فبيخلع الخاتم سيدنا عثمان ليتوضا. بيديني معيقين وبينهما البئر. فمعيقين بياخذ الخاتم فسقط من بين ايديهما ببئر اريس. معيقين على فكره اسلم قديما ومن اهل بدر. بدر يعني. ده خاتم سيدنا عثمان. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتخدمان في يسيرهما او يدل على جواز ذلك. يعني التيمم ليست حتما. ثاني كانوا بيمسكوا السيف السيف بايدهم اليمين، فلم يمسك السيف بايده اليمين ولابس خاتم اليه، فكان يتخدمان في يسيرهما وإيه حتى تفرض اليمين لفرائح وجهها. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبانا محمد بن عيسى وابن الطباع قال حدثنا عبيد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم كان يتفقه في يمينه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبيد الخالدي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا البسه ابدا. فطرح الناس خواتيمهم. يبقى اتخذ خاتما من ذهب قبل ان يحرم الذهب على رجاله. فلما حرم طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم وصار الذهب حلال للنساء حرام.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان له أسياف كثيرة، وكل سيف كان له اسم صلى الله عليه وسلم. يعني كان له سيف اسمه مأثور، المأثور هو السيف الذي ورثه عن أبيه سمى المأثور، وكان له سيف يسمى القضيب. عشان كده تلاقي دلائل الخيرات اللهم صل على صاحب القضيب، يعني مش كده بتقرا انت دلائل الخيرات كثير محمد الجزولي تلاقي برضه يقول لك صاحب القضيب، هو اسم السيف احد اسياف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك له سيف اخر يسمى القلعي، وله ايضا سيف يسمى بكار. بكار لانه كان يعني مدبب من ناحيتين، يعني كان يقطع من الناحيتين فيسمى بكار. ولو سيف اخر يسمى الحكف يعني موت. ولا يسمى سيف يسمى الرسول والصمصان واللحي وذو الفقار او ذي الفقار، كل دي اسماء لاسياف النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان من معجزات النبي ان عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن كسر سيفه في بدر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه جريدة فتحولت يده الى سيف، معروف القصه تحولت يده الى سيف، صار يقاتل به حتى بعد وفاه النبي ورثه ابنائه. وايضا اعطى الجريدة ايضا في غزوه احد لاحد الصحابه، فكان برضه صار سيفا. كان عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش اخذ ايضا جريدة في من النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، يقال انها كانت احد، فعاد سيفا صارما. يعني كانت الاعيان طق له ببركه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن فكذك عن انس قال كان طبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. عارف انت طبيعه السيف؟ السيف له مقبض يمسك بيدا ولو السلاح بتاعه، في بينهما جزء كده تلاقيه مستدير حتى يحوط اليد فيحميه، اسمها القبيعه، قبيعه السيف. فبيقول كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن البصري قال كانت طبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. والمقصود بالسيف اللي ليه طبيعه من فضه كان ذو الفقار. ذو الفقار ده هو اللي دخل في فتح مكه صلى الله عليه وسلم، اللي كان يمسكه بفتح. وعن ابي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال البصري والمصري والبصري بتثليث الباقي لغات صحيح. كويس؟ تقول البصري البصري البصري. كويس؟ ثلاث لغات بتثليث الباقي. قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده. انت عندك ابن سعيد ولا ابن سعد؟ النسخه المحققه سعيد ابن سعد هي صححها، هي في تصحيح، هي ابن سعد وعلى هامش طه سعد نسخه وهو الصواب. ايوه يبقى خليها سعيد زي ما هي واكتب كده وفي نسخ سعد. سيدي في النسخ الاربعه سعيد وفي اللي هو في وحده في طه بس نسخه طه خلاص، يبقى يعني معناها انها مستقله. يبقى ايه خلي سعيد دي سعد بس على الباب عشان ممنوع تشكر حاجه. عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح على سيفه ذهب وفضه. تحليه السلاح بالذهب والفضه للرجال جائزه وللنساء لا، لان السلاح من عادة الرجال أن يمسكوا السلاح، ولما يبقى السيف غالي الثمن يكون صاحبه أحفظ له يحافظ عليه.
فاجازه الزمان ايام ما كانت الحروب بالسيف، بقى الوقت لا، انت الوقت ما عمل السيف احنا زينه كده بنشيله كانه طراز يعني، يبقى لا يجوز الايه السيوف التي تستخدم للزينه او للكمال كده الزينه والعاده والعرف الان في عصرنا تبقى مزينه بزياده، لان لا تستعمل في القتال. واضح الوقت القتال بالاسلحه الجبانه بتاعت اليهود اللي نشروها والامريكان اللي بتفكك البعد وتقتل بالبعد وقصف جوي ولا مواجهه جبن، فنسال الله ان يسلمنا منه. وعن ابي قال قال طالب فسالته عن الفضه فقال كانت طبيعه السيف فضه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيده الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال ابن سيرين اذا اطلق يبقى محمد بن سيرين لان اولاد سيرين 10 اخوه كلهم ابناء سيرين كويس التابعين، اذا اطلق ابن سيرين يقصد محمد بن سيرين. واضح انه اكبر من اشهر. عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمره بن جندب، وزعم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. بالنسبه لبني حنيفه هي القبيله التي صنعت السيف ده. ساعات يقول لك سيف هندي مصنوع في الهند، سيف حنفي مصنوع في ابي حنيفه، وهكذا على حسب ايه مكان الصنعه. وكانت بني حنيفه في عصر النبي مشهورين بصناعه السيف. بس تفتكر حنفيا يعني مقابل لشافعيا ومالكيا وحنبليا؟ لا مش كده. يبقى احنا فيها نسبة للقبيلة بني حنيفة. وعن ابي قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. النبي كان له سبعة أدوار. له سبعة أدوار صلى الله عليه وسلم. واحدة تسمى ذات الفضول، والثانية تسمى ذات الوشاح وذات الحواشي، والثالثة ودرع تسمى فضة، ودرع تسمى السردبة، ودرع أيضا تسمى البتراء، وأخرى تسمى الخرمة. والدروع كانت تلبس لتحمي صدر المقاتل من ضربات الأعداء أو من السهم. لا يسمى الدرع. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، لأن النبي كان أصيب عدة إصابات في أحد فنزف نزف شديد، والنزف الشديد يؤدي الى هبوط في الضرب. والنبي كان لابس درعين لانه كانوا مصممين على قتل النبي. فكان كل ضرباته موجهه في الجهه اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان الله عصمه لو كان انسان عادي كان قتل. لكن الله عصمه من قتل فحماه. فلما اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبتعد لم يستطع بسبب ايه كثره الجراح لانه كان عليه درعات ثقيلان صلى الله عليه وسلم. فنهض الى الصخره فلم يستطع. وعن ابي قال فلم يستطع فاقعد طلحه تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخره. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه، لان طلحه كان يفدي النبي في احد بجسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله هذا الوشاح. ولما اراد النبي ان يصعد على الصخره علشان يبتعد عن ضربات الاعداء لم يستطع، فقعد طلحه وكان كدرجه السجود وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اوجب طلحه يعني وجبت له الجنه. وعن ابي قال حدثنا احمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يزيد بن قصيفه عن السائب بن يزيد او جد الامام الشافعي اللي كلمنا عليه السائب بن يزيد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما عشان يحمي ظهره وإيه وصدره صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر قبعة حديد تلبس
تحبل فرنساوي عشان تحمي الراس من ضربات السيوف. احنا نسميها الفوزه دلوقتي بالجيش، يسموها الفوزه لان يلبسها في راسها، ويسميها ايام ما يسموها ميلفون تلبس تحت القلق سوء يعني. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر فقيل له هذا مفطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن فقال له ابن خطل متعلق باستر الكعبه فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، لانه طبعا دخل مكه غير محرم لأن لم يرد مسلم. وعن شكل الإمام الشافعي قال إذا دخل مكة ولم يرد مسلم عليه ليس عليه أن يدخل محرما، خلافا لبعض كثير من الفقهاء قالوا لا يدخل مكة ولو لغير المسلم أن يحرم أولا ثم يعمل عمرة وبعدين يرد مسلم ببعض العلماء. لكن هذا الحديث يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الثانيين قالوا في خصوصيه للنبي ولا تتكرر، واضح؟ كل ما الشافعي اخذ منها انها ليست خصوصيه بل يجوز لكل مسلم، وهي وجهات نظر عند اهل العلم ذلك رضي الله عنه. وعن ابي قال باب ما جاء في عمامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا بس بدي نسخ حديثين بدي نسخ حديثين ابن خطل ده اول روايه ابن قال اقتلوه، والروايه الثانيه قال اقتلوه ولم يكن يومئذ محرما. يبقى هما حديثين عندك في الشمائل اختصروا من واحد، هنا عوامه اثبتها والاربع نسخ مثبتين. يعني في بعض النسخ جاب اسناد ثاني؟ اسناد ثاني ولم يكن يومئذ محرما. ما يجراش في بعض النسخ هنا جايبها معلقه قال ابو شهاب. واضح؟ باب ما جاء في عمامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سعد. عبد الرحمن بن مهدي فاكرين صاحب الرساله بتاع الامام الشافعي لا اللي خل الامام الشافعي مخصوص حا تحول الاسناد. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء، لأن السواد علامة السيادة. السواد علامة السيادة، عشان كده النبي كان يحب إيه؟ المناسبات بين الألوان وبين المواقف صلى الله عليه وسلم. مراعاة المناسبات دي سنة لطيفة نبوية تفوت على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة يفتح يعني داخل ليسود الناس. يوم يلبس عمامه سوداء، كان لون العمامه بيبين نيته ووجهته وكذلك حسن فهمه وظنه بالله. فكان النبي راعي مثل هذه المناسبه صلى الله عليه وسلم. وظل يلبس السواد عاده الاشراف الحسنيين لحد عصر محمد علي. يعني في عصر محمد علي ايام مصر كان اللي نسبه الحسني يلبس عمامه سوداء. واللي نسب الحسين يلبس عمامه خضراء. بحيث تعرف الناس ايه انسبها من لون العمامه. كويس؟ ظل هذا العهد والعرف مستمر، ثم بعد ذلك مات العرف بالتدريج لدرجه ان اصبح النصارى الرهبان هم اللي يلبسوا السواد. لان كانوا محرومين من لبس السواد قانونا يعني. اللي يلبس السواد يبقى شريف. فكان بالقانون ما فيش واحد مسيحي يلبس السواد، قانون. وانت عارف الممنوع مرغوب. فاول ما زالت عاده لبس السواد للاشراف في مصر اتخذ الرهبان ثيابا سوداء. واخد بالك؟ وبقت ايه هذه العاده خلاص بقت عاده قديمه. انا مره قلت ايه ان انا البس عمامه سوداء وانا في المدينه. كنت عند النبي وقلت اروح ازور النبي كده والبس عمامه سوداء كده علشان ايه؟ يعني
يعني افرح بيها ان انا يعني كده رايح اشوف جدي. انا حسن فالمهم يعني لبست عمامه سوداء ودخلت لقيت الناس بتبص على فاكريني ايه من ايات الله بقى جاي من ايران حاجه سبحان الله. فرحت لها معهم كلنا ايه من ايات الله بس هم عندهم ايه الله دي يعني اللقب يعني حاجه. فدخلت زرت زياره حلوه والجماعه اللي واقفين يقول لك ادي وشك مش عارف ايه واعمل ايه العيال العساكر دول ما قربوليش. عملت اللي انا عايزه كله واقف اكلم النبي وكل حاجه ما يقوليش بقى ادي ظهرك للنبي حاجات بتاعتنا. وخلصت الزياره والحمد لله وبعد كده رحت قال عمر احسن يفتكروني رافضي ولا لان تغير العرف بس استفدت بيها ان انا عملت زياره ما انساهاش جميله يعني. لكن على اي حال تغير العرف يراعى تغير العرف ايه يراعى. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان وابن عيينه. سفيان بن عيينه كان في الحجاز وسفيان الثوري كان فين؟ في الكوفه والاثنين معاصرين لبعض. سفيان بن عيينه شيخ الامام الشافعي في الحجاز لان تعلم الامام الشافعي المشايخ المشاهير ليه مشايخ كتير. في الحجاز سفيان بن عيينه وابو مسلم ايه خالد الزمج مفتي مكه في عصره. دول مشايخ الامام الشافعي في مكه وشيخ الامام الشافعي في المدينه الامام مالك بن انس مشهور مش كده برضه؟ فيبقى لو الامام الشافعي قال لك سفيان يقصد ابن عيينه على طول. فهمت بقى؟ تاخد بالك لان الامام الشافعي نشا وتربى في مكه يبقى بيتكلم على علماء اهل الحجاز. خد بالك من الحاجات دي مهمه عشان ليه؟ لان ساعات يقول لك سفيان يسكت فتشوف الرواة من أهل الحجاز ولا من أهل الكوفة؟ لو كان الرواة من أهل الكوفة يبقى سفيان الثوري، لو كان من أهل الحجاز يبقى سفيان بن عيينة. وعن أبي طلحة بن أبي عمر عن سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مسافر الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن ابي قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني. عارف انت الخلفاء العباسيين بعد كده كلهم كانت عمائمهم سوداء. كل الخلفاء العباسيين اللي من بعد من بني العباس كان رمز عمامة الخليفة يلبس ايه العمامة السوداء من باب السيادة يعني. ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمم سبل عمامته بين كتفيه. يبقى كان يدخل للعمامة زي اللي كده يسمونه عبدة كويس وكان يجعله بين كتفين احيانا يخليها محنكه. محنكه يعني ايه؟ يعني يجيبها ويلفها على حلقه يسموها العمامه المحنكه كويس. واغلب الاحوال كان يتركها على ايه؟ بين كتفين. واحيانا يجيبها على قدام على احد كتفين يعني كانه يتركها لان ممكن الهواء يحركها فتيجي قدام شويه أو تيجي على اليمين أو على اليسار. فكان النبي لا يتكلف صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل غسيل الملائكه معه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه بسماء. بسماء يعني برضه سوداء يعني. بسماء يعني سوداء. طب وايه الازهريه؟ في النسخ عند الامام سيدي قال عبيد بن الله ورايت قاسم بن محمد وسالم بن فلان ذلك. نسخ لنا ونسخ لنا. خلاص ما في نسخ كثير. لكن احنا بنتكلم على النسخه اللي احنا قريناها على مشيئه. لكن اللي عايز بقى يحقق يبقى يحقق ويقرا النسخ المحققه بقى. لكن احنا بنتكلم على الكتاب والروايه التي سمعناها من مشايخنا على هذه الطبقه.
المهم كان ليه علماء الازهر بيعملوا عمامه من غير ايه؟ من غير ما تبقى مسدوله كده بين الكتفين. مش دي مخالفه للسنه؟ وهم علماء. طب ليه ما يعملوهاش؟ مش ممكن يخطر على بالك هذا السؤال؟ ها؟ ايه الاجابه؟ علماء الازهر تركوا العمامه التي تكون مسدوله بين الكتفين رمز للعباد. فلو كانوا عملوا العمامه بتاعتهم كده هيختلطوا مع العباد، فالناس ما تعرفش مين العالم اللي تروح تسالها. فهمت؟ فقاموا ارادوا يعملوا لنفسهم علامه بحيث الناس لما تبقى ماشيه في الشارع ويبقى عندهم مساله فقهيه. كل الناس لابسين عمامه وعندنا بنت كبار، هيروحوا يسالوا مين؟ يوم ما يجي عالم ازهري ماشي بعمامه ليها هيئه معينه. يقوم يعرف ان ده عالم، يروح يسال. فهمت بقى؟ يبقى علشان يتميزوا فيتعرضوا لسؤال لمسألة الناس فيفتوه حتى لا يتعرض الناس لفتية بغير علم. فهمت المسألة؟ علشان كده بعض الناس كانت إيه؟ يبقى جاهل ومش عالم في الدين ويروح لابس عمامة أزهرية. ويبقى ماشي لابس عمامة أزهرية كده وماشي. فواحد إيه جاي له جواب كده من إيه؟ دي يعني كده ايه لطائف من لطائف المصريين. جاي له جواب من ابنه وعايز يقراه وما يعرفش يقرا. فهل يبص الناس كلها اللي ماشيه حواليه كلهم العمائم بتاعتهم عمائم كبات زي حالاتي وزي عمامتهم كده. فلقى واحد بقى لابس عمامه زي عمامات الازهريه الاولى اللي هيقرا. لو سمحت يا استاذ ممكن تقرا لي المخطوط؟ قال له يا ابني ما بعرفش اقرا. قال له امال ليه بس العمامه اللي انت لابسها؟ قال له طب خلاص يا سيدي قلع العمامه ولا تنساها. قال له اقرا انت. فالمهم اللي تحت العمامه مش مهم العمامه، المهم اللي تحت العلم. انك انت تملا راسك وقلبك بالعلم بغض النظر عن المظاهر. لان في ناس تحب تيجي تظهر بمظهر العلماء وهم مش علماء. يغشوا الناس، يجي يدخل المسجد يخلوه هو الامام، يجي يقرا يغلط في الفتح. طب ايه اللي لبسك انت كده؟ تغش الناس. فاهم؟ ما يصح. الامام ابو حنيفه برضه بيقول لك كان قاعد مره في المجلس بتاعه وكان ركب هو جعان. فقاعد نادي برجليه كده ولا حواليه تلمسته فمش محرج منهم. نادي برجله وركب هو جعان وقاعد يشرح له. دخل عليه واحد بقى بعلمه كده بحاجه هيئه العلماء. فراح قاعد والامام ابو حنيفه لما لقاه قاعد احتراما للعلماء راح مد رجله كده ورجله واجعه جدا متالم. فقام كان بيتكلم على ايه؟ على اذا اشرقت الشمس من هنا وغابت من هنا ان للصائم ان يفطر. بيتكلم على احكام الصيام يعني. قال الراجل ابو علم ده قام سال الامام ابو حنيفه قال ولو لم تغيب يا امين هيعمل ايه؟ لو لم تغيب الشمس يعمل ايه؟ هذا الإمام أبو حنيفة قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. عرف إنه جاهل. فكان مادد رجل واحدة راح مادد رجلين اتنين. فما فيش داعي إنك أنت تغر الناس بسمة العلماء وأنت لست بعالم. من رشنا ليس منا. من رشنا ليس منا. فما فيش داعي لهذا الغش. لأن لو لم تغرب الشمس يبقى مثل إيه؟ ما فيش سؤال بقى. تغيرت العلامات وتغير العلامات من علامات القيامة. فجاي تسالني تعمل ايه؟ خلاص قامت القيامه يا ابني مع السلامه. يا باب ما جاء في صفه ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الازار ما يستر اسفل البدن والرداء ما يستر اعلى البدن. كويس؟ يبقى الازار ما يستر اسفل البدن منه البنطلون اللي احنا بنلبسه ده يسمى ازار برضه في عرف الشرع لانه يستر اسفل البدن مش كده؟ كل ما ستر اسفل البدن يسمى ازار وكل ما ستر اعلى البدن يسمى رداء. كويس؟ يبقى هنا باب ما جاء في صفه ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن السختياني عن حميد بن هلال عن ابي برده عن ابيه. ابو برده ابو مين؟ سيدنا ابو موسى الاشعري الصحابي المشهور خد بالك. عن ابيه يبقى الروايه دي عن ابي موسى الاشعري. عن ابيه قال: اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبدا
وهزارا غليظا. الكساء هنا ما يستر على البدن برضه يطلق على الرداء كساء. اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبدا وازارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان. الملبد بمعنى المرقع، كساء ملبد يعني مرقع يعني قديم لدرجه انه هو صار فيه رقع لتصدر الخرق التي حدثت فيه والخروقات التي فيه، وهذا يدلك على ان النبي كان متزهدا في امور الدنيا صلى الله عليه واله وسلم، ولو اراد ان يلبس من الجنه لبس، ولو اراد ان ياكل من الجنه لبس صلى الله عليه وسلم. الحواري ما كانوا من الجنه ما يلبس، حواري سيدنا عيسى اين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان يرضى بما قسمه الله له، ولذا كان اغنى الناس صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبه عن اشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين انا امشي في المدينه اذا انسان من خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله انما هي برده ملحاء. قال اما لك في اسوه؟ فنظرت فاذا ازاره على نصف ساقيه. كان في عصر النبوه صلى الله عليه وسلم اللي يجر ازاره في الارض دي علامه الكبر والغرور، علامه الناس الذين يتكبرون في الارض، لان جر الازار على الارض يؤدي الى افساده، يفسد الازار لانه هيتقطع ويصيب، كانك انت هتلبس الازار يومين ثلاثه وبعد كده يتقطع ويجيب غيره، وده في تضييع للماليه وفي تشكك بايه؟ بالمسرفين وتشكك بالايه؟ بالمتجبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه على هذه الهيئه قال له ايه؟ ارفع ازارك شويه، يعني ده دعمك انت تجعله يمر على الارض، لان هذا اتقى وابقى. اتقى ليه؟ لانك هتبقى انت متشبه بالمتجبرين، فقد تشعر في نفسك بشيء كده من الفخر. خد بالك ان الثوب بيدي للانسان نوع من الفخر، لما تلبس حاجه فخمه شوف نفسك كده، انظر لقلبك، لقلبك كده بقى ماشي بيقول لك يا رب تخدم عليك يعني. لما بتلبس حاجه كده متواضعه تلاقي نفسك انت لوحدك متواضع، سبحان الله، يعني المظهر له دخل في علاقته بالقلب. فكل ما تتوسط في الملبس والمكان تلاقي نفسك قلبك هادئ غير متكبر. النبي برضه بيربي ان المظهر له علاقه بالايه؟ بالمخبر وبالباطن، فلازم تراعي في هذه الاشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتقى وانقى، انقى للثوب واتقى للقلب. شوف بقى اتقى للقلب يعني اطوع لله، حيث ان القلب لا يشعر بالغرور او الكبر لتشبهه باهل الكبر، وكذلك انقى للثوب فلا تناله نجاسات. وعن ابي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيد عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر الى انصاف ساقيه، وقال هكذا كان إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعضلة ساقي او ساقه فقال هذا موضع الازار، فان ابيت فاسفل، فان ابيت فلا حق للازار في الكعبين، لانه ايه؟ افضل حاجه ان الازار يصل الى الكعبين، وما زال عن الكعبين ولم يلمس الارض يكون مكروه، فاذا لمس الارض كان حرام من الصغائر، فان لمس الارض وكان بغرض الكبر كان حرام. يبقى افضل شيء في الازار ان يكون اقصى الى الكعبين، الكعبين هم العظمان.
دول اللي هم عندما تتوضا تتوضا شكلهم دول اسمهم الكعبين. يبقى افضل حاجه الازار يصل الى الكعبين. ليه؟ لان كده لا يمس الارض فيكون اتقى واتقى. فلو دخلت حمام او مشيت في الشارع في مثلا بعض النجاسات من لا يلمس، يبقى ثوبك نقي تقدر تصلي في اي وقت مفيش مشكله. طيب لو كان اسفل من الكعبين ولا يلمس الارض يبقى كده مكروه. كويس؟ طب لمس الارض دخلنا في الحرام لان في طبيعي لماليه الثوب وتعريضه للنجاسات. طب لو كان مصحوب بالكبر والغرور يبقى في الحرام الكبائر. فهمت بقى تدرج الاحكام تمشي ازاي؟ باب ما جاء في مشيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه قال: والمشيه هي هيئته في المشي. هيئه المشي. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن يعني ادنى. بلغه نحن نقول ادنى. ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشمس تجري في وجهه من الاضاءه والنور، ولا يرى نور النبي الا المؤمن. العجيب كده، بس نور النبي ده مش عادي. عارف لو كان نور عادي كل الناس تشوفه، فما لو كل الناس شافته ما كان كل الناس امنت، لكن الله يريد ان يختبر حتى تؤمن بالغيب. فان امنت ورايته انه رسول رايت النور. شفت بقى؟ فكان نور النبي ما يشوفوش الا المؤمن. فهمت بقى؟ يعني الوهابيه بيزعلوا اول ما يقولوا ان النبي نور، بيزعلوا. مش عارف ايه اللي بيزعلوا. يكتبوا كده في عقيده المسلم اللي يعلقوها في المساجد اللي هم عاملينها، وهي اصلا مش عقيده مسلم، ده عقيده المبتدئ. يقول لك ايه؟ خلق النبي الإجابة الخطأ من نور والإجابة الصواب من طين. مين قال كده؟ شفتها أنت بتاع المصيبة اللي عملها دي؟ اللي في المساجد؟ ربنا يشفيها. يا إما بقى ربنا ما يحرمهمش من العبط. حاجة من الاثنين. ما هو ده عبط أصلاً. أولاً النبي لم يخلق من طين، اللي خلق من طين مين قال؟ يبقى برضه هو جاوب جاوبها غلط، سبحان الله يعني حاجة غريبة يعني. وبعدين المقصود بنور هو متصور نور يعني ايه؟ يعني الكترومغنيتيك ويف يعني كهرباء كده. النور بمعناه هو معنى دقيق يدل على الظهور. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نور السماوات والارض. المثل نوره يعني نور النبي بالآية. لأن هو منور السماوات والارض يعني مظهرهما من العدم للوجود. فإظهار الشيء معناه تنوير، ومعرفة الشيء معناه تنوير. فالنبي هو الذي لولاه ما خرجت المعارف وما ظهرت العوالم. فلولاه ما كان نور ولا معرفة. جه بالحقيقة. فيبقى النبي من نور. أيوه لابد يبقى من نور علشان وإلا كنا هنبقى في ظلمة، العدم ظلمة. والوجود فيه نور. مش كده برضه؟ طيب النور ده مين اللي نوره؟ هو النبي، مش هو الرحمه للعالمين؟ والنور ده من ضمن ايه؟ مقتضيات الرحمه، فيبقى مصدر الانوار هو النبي صلى الله عليه وسلم. نور الانوار وسر الاسرار. فما فيش اشكاليه يعني، لكن هم يا اخي ما تفهمش ليه ما بيقدروش يفهموا بس هذه الحقائق. وحتى اللي شافوا النبي شافوه منور حسيا كمان. يعني نور حسي كما انه نور معنوي، النبي كده. اللي شافوه قالوا كده. مش سيدنا عبد الله بن عباس في الحديث اللي احنا قريناه اول امس كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثنايا رؤيا الله. فهو سيدنا عبد الله بن عباس شاف، تيجي تقول بقى يا وهابي لا عبد الله بن عباس كان بيتهيأ له. حديث صحيح وهم يقولوا احنا اهل حديث ويطلع نص لسانه بقى وهو لا حديث ولا سنه ولا قران ولا سنه. فاهم؟ إذا كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول رؤيا النور يخرج من بين ثنايا، يا أهل الحديث فهمني الحديث. وعايز أنت تخلي النبي يضلم يعني؟ هذا شيء عجيب. فإن أهل الصحابة بيقول شفته وأنظر للشمس، ده هو عندي أحسن من الشمس، يعني أفضل من الشمس. بيقول كده، اللي شافه قال كده.
وانت ما شفتوش، مش اسمه يكتبش ولا يشافه. السلام. مش هو بيقول في حديث ثاني، خرج النبي في ليلة أضحيان يعني القمر، فكنت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، لهو عندي أضوء من القمر. وبعدين ما كانش فيه كمان ظل، يبقى النبي لم يكن معتم. ما علشان يبقى ليه ظل يبقى لازم يكون اسمه معتم، ومعروف ان النبي لا ظل له. كانش يمشي بالشمس كده ما يبقاش ليه ظل، حاجه غريبه، حتى لا تقع ظله الاقدام. شوف قد ايه تكريما له صلى الله عليه وسلم. لان تملي النبي بيبقى ايه حواليه الناس ماشيه، والظل تلاقيه شويه على اليمين وشويه على الشمال وشويه للخلف وشويه للامام. والنبي كان يمشي مع الناس، يوم ربنا علشان يبين لنا كرامة هذا النبي حتى ظل ما حدش يقدر يقرا. فايه المانع يعني؟ ما كل شرف لنبينا شرف لينا. ليه نمسك ده؟ يعني انا هستفيد ايه؟ ما هو شرف نبينا شرف لينا. فربنا يهدينا. هو بيقول الصحابة ده الصحابة، أبو هريرة اللي شافه، وعبد الله بن عباس قال كده، وسيدنا جابر، وسيدنا حسان بن ثابت لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قال لهم لا تتمثلوا لي قياما. فسيدنا حسان بن ثابت يروح ليه واقف برضه، يقوم النبي ينظر إليه ويبتسم ويبتسم. فيقول له: لما تقوم يا حسان؟ قال: عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يقوم له. صلى الله عليه وسلم. وستنا عائشة قال إن هي برضه ضاعت منها الإبرة في الظلم. فدخل النبي لا يتقون للنبي. يقول لك خليك ضعيف. خليك أنت ضعيف. أنت اللي ضعيف والله. اللي ينكر هذا هو اللي ضعيف. ضعيف الإيمان. لماذا؟ لأن الأحاديث التي ترد في الفضائل والمناقب يتجاوز فيها في الإسناد. لأن النبي فوق كل من قبل. ده لما يروي لي هذا الحديث أقول له النبي عملي كده. هو حد لسه عارف النبي ده ما يعرفش النبي اللي ربه فين؟ لكن هو لانه مش عارف يدرك هذه المعاني يقول لك حديث ضعيف وهات لي الدليل ده. الدليل ان النبي بشر لك البشر كما ان الذهب حجر لك الحجر صلى الله عليه وسلم. وبعدين من ناحيه كيميائيه بقى، بس احنا نحب نجيب الادله العقليه. انت عندك الماس اللي ده مكوناته ايه؟ كربون. كربون. نعم. اللي بيعرفوا كيمياء لان النطوع يعرف مكونات الماسه اللي بتضيء دي كربون. طب ومكونات الفحم؟ كربون برضه. ايه المانع ان احنا مخلوقين من فحم والنبي مخلوق من كربون بس ماس؟ يا سلام. ايه المانع يعني؟ من الناحيه العقليه الكيميائيه بس. من نقائه سرق الماس، واحنا من ذنوبنا بقينا زي الفحم. ايه المانع يعني؟ يعني اذا كان مكونات الناس الذي يضيء ويتلألأ ده نفس مكونات المعتم. فسبحان الذي خلق هذا من نفسه. ايه المانع يعني؟ لكن ما تعرفش. لا تيجي تكلمه بادله عقليه يفهم، ولا بادله شرعيه يفهم، وهو اصلا مش عايز يفهم. فخلاص ربنا يهديه. كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني الأرض حتى هو كفاءها كانت فرحانة بيه. كانت بتجري تحتيه كده الأرض من فرحها بيه صلى الله عليه وسلم. هم يجوا ماشيين يجروا والنبي ماشي غير مكترث، ماشي عادي خالص صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال وانبانا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال اخبرني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب. محمد بن الحنفيه ابوه ايه من ولد سيدنا علي بن ابي طالب. قال كان علي اذا وسط النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان اذا مشى طلع كانما ينحط من صبره. وعن ابي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير ابن مطعم عن
علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفا تكفؤا كانما ينحط من صبب من سرعه مشيته، وهذا يدل على وضوح الهدف وعدم التلهف وعدم التردد وعلى الجديه. فالنبي كان فيه كل الكمال صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا قبل كده انه كان يضع القناع من قطعه قماش حتى تحمي العمامه من اثر الكهن على راسه. وعن ابي قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كان ثوبه ثوب زياد. المراد بالثوب طبعا هنا القناع لا الملبوس على الجسم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلم، جدتي اسمه حديبة وعليبة. عن جدتيه عن قيلم بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد بالخصاة، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعبت من الفرح. الحديث قبل كده قلناه، قال له: يا مسكينة عليك السكينة. عارف نفسه إيه بس جايبه بطريقة أخرى. وعن ابي قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن انه عن عباد بن تميم عن عمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. النبي نهى عن الممل وليه عمل صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عنها لعله، فان اكتفت العله زال الملل. نهى النبي ان الانسان ينام كده ويضع رجليه على رجليه الاخرى، فان تزول النبي لان هذا يؤدي الى ظهور العوره. يبقى العله هو مخافه ظهور العوره. فلو امن ظهور العوره لبأس لبيان الاباحه. يبقى النبي فعلها لبيان الاباحه، وكان فعلها وكان خاليا في المسجد لم يكن معه احد. لكن لما تبقى في وسط الناس ما يصحش كنا من دي حتى ولو لم تظهر عورتك، لان فيها نوع من اساءه الادب مع الناس. لكن لو كنت خاليا في بيتك او خاليا حتى في المسجد وانت معتكف لك ان تنام دي النومه مع مراعاه الا تظهر عورتك بس وخلاص. وعن ابي قال: حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيع بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جد ابي سعيد الخدري اللي هو سعد بن سنان، سعيد اللي هو سعد بن سنان من المكثرين في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددهم لا يحصى. عددهم لا يحصى. اقل عدد لاصحاب النبي 124,000، ده اقل عدد، لكن في عمل وفود جاءت النبي وفود كثيره من جميع انحاء العالم وبايعوه واسلموا على النبي. وثبت لهم الصحبه لكن ما يعرفش اسمائهم، فاعداد اصحاب النبي عدد لا يحصيه احد. لكن المدون منهم بقى 12,000 بالاسم. اللي دوناهم بس باسم علم الرجال والصحابه اقصاهم 12,000 صحابه، خدت بالك؟ ده المدون منهم. اشتغل منهم بالروايه مين بقى من ال 12,000؟ مين اللي روينا الحديث؟ 1800. ولو روى حتى حديث واحد جمعه العلماء 1800 كويس. منهم بقى سبعه من الصحابه رووا الالوف، دول مشهورين السبعه دول، خدوا الطاقه ابو هريره وسعد بن مالك بن سنان اللي هو ابو سعيد الخدري، ابو هريره وسعد بن مالك بن سنان وسيدنا جابر بن عبد الله وانس بن مالك والصديقه سيدتنا عائشه وعبد الله بن عباس وابن عمر. دول السبعه دول اكثروا روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دول تعرفهم. عن جدي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المجلس احتبى بيديه. يعني ايه؟ حضن رجليه وساقيه بيديه هكذا، وكان يقول النبي في حديث اخرى على احتباء حيطان العرب.
الاحتباب في طالع. هناك في باب الحج ونؤذن المغرب إن شاء الله، نصلي المغرب ثم نطلع.